السلام عليكم شباب، معكم جاد الفن. اول جديد في هذا الفيديو شباب راح اتكلم معكم عن الاكسبانشن الجديد ديسني اللي راح ينزل بعد 3 شهور تقريبا من نزول هذا الفيديو في اليوتيوب. طبعا راح ينزل تاريخ 15 سبتمبر 2015 واسمه ذا تيكن كينج، وراح ينزل معه 3 سبكلاسات: تايتن، ذا تايتن، والهنتر وورلوك. طبعا هنتر راح يكون فويد، والتايتن راح يكون سولر، والوورلوك راح يكون ارك. وطبعا في هذا الفيديو راح اتكلم معاهم راح اتكلم معاكم عنهم بالتفصيل واعطيكم رأيي فيهم، وراح نحلل التريلر كامل. اذا ما شفت التريلر راح تشوفه تحت في الديسكربشن، وراح نبتدي معاكم الفيديو الحين، وراح نبتدي معاكم بالهنتر. والهنتر راح يكون اسم السب كلاس نايت ستوكر. طبعا فويد دامج على شكل سهم، هذا السهم تقدر تطلقه الطلقه الواحده، تقدر تنتشر او تكون مركزه في طلقه واحده زي ما تشوفون حق قدامكم في الفيديو. سوى السوبر شارج وطلقه واحده انتشرت وتدمج العدو اللي قدامه، او انه راح يكون الطلقه مركزه في سهم واحد زي ما بتشوفون حق قدامكم في الفيديو بعد ما ينتهي هذا. فسوى السوبر شارج وطلق طلقه، السهم كان مركز وراح بخط مستقيم بمسافه طويله. فما ادري هل راح يكون هذا الشيء ممتاز زي سنيك سمونه بليد دانسر، او ما راح يكون، ما ادري، راح نشوف وضعه اذا نزل. وطبعا راح يكون معانا السب كلاس الثاني سولر دمج للتايتن اسمه سن بريكر تقريبا، اي سن بريكر. فهذا سن بريكر اللي فهمته من هذه الفيديوهات انه راح تكون في خاصيتين، يعني فهمناهم الحين. الخاصيه الاولى ان تقدر ترمي هذا، راح طبعا السوبر شارج يكون على شكل مطرقه او هامر، هذا الهامر ترميها وراح تنفجر، او انك تحملها وتضرب فيها شخص مثلا زي بليد دانسر. بس ما ادري اذا تقدر تضرب اكثر من شخص اذا حملته او ما تضرب، ما ادري، راح نشوف اذا نزل اكسبانشن او نزلت جيم بلاي للعبه يعني بكره. والشخصيه الثالثه راح تكون معانا طبعا الورلوك، ويكون ارك دمج واسم السب كلاس ستورم كولر. وهذا ستورم كولر على شكل كهرباء، تشبه كانها جرنيد الهنتر اذا ترميها الاخيره في بليد دانسر، تكهرب الاول تمشي الى الثاني. و طبعا ما حصلنا فيديوهات كثيره عن الورلوك، ما بينوا فيه بشكل كبير. احس ان الهنتر انظلم، قصدي الورلوك انظلم في التريلر، ما ادري ليش. فكذا شباب وصلني هذا الفيديو، تكلمت عن السب كلاسز وعطيتكم رايي فيه، احس شيء راح يكون مره ممتاز. وطبعا اي شيء اذا نزل عن ديستني راح اتكلمكم اياه، انزلكم اياه اول باول، واعطيكم الاخبار اول باول اول ما تنزل. واذا حاب تشوف اخبار ديستني لا تنسى اللايك والسبسكرايب، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم.